دلوقتي تعالوا مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد الساعة 2 ظهراً بكنيسة قصر الدبارة الإنجيلية، وده بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندري زكي، وأيضاً قيادات الطائفة الإنجيلية وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة. النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل، وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية. وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة وخطباء المكافأة بضرورة الالتزام بالنص الكامل لموضوع الخطبة والمدة المقدرة لها مسبقاً ب15 دقيقة. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد. هيلتقي برنتفورد مع وولفرهامبتون في تمام الساعة 9:15 ليلاً. في 9 هيلتقي فولهام مع روثرهام، وفي 10 ليلاً هيلتقي توتنهام مع بيرنلي.